الفريق اليوم من ناحية التكتيكية مع الكوتش. دونك حنا جينا بالطبع باش نقلبوا على هذه النقاط، لأن عرفنا النتائج البارح كانت كلها في صالحنا. توفقنا شيئا ما في الشوط الأول، كنا فايزين 2-0، لكن بكل صراحة غادي يكون اللي أثر عليا سلبيا هو أرضية الملعب، اللي أصيب لاعبين أكردوم عميد الفريق في الدقائق الأولى، من بعد شعيبة في الدقائق 28 وكمل الشوط الأول بصعوبة، لهذا درنا واحد التغييرين في الشوط الأول اللي أثرت سلبيا، في الشوط الثاني نقدر نسيروا اللقاء بلاعبين آخرين. ثانيا يمكن اللاعبين كانوا شاريين شوية ذهنيا، اللي شافوا الأصدقاء ديالهم طبعا أصيبوا، كل شيء خاف، لأن عندنا النهائي بعد أسبوع نهائي أسبوعين، فقط زيادة على الفريق الخصم كان عنده واحد الحافز باش يعدل الكفة. الإصابة الأولى حرته قوطا طامعين، حنا تكلمنا أخطاء اللي خصنا نصحوها مستقبلا. هنيئا للفريقين على هذه المقابلة في أرضية اللي ما تنظنش صالحة لكرة القدم، يمكن إيقاص المال لونترينور سي بو سيرفاس سي امبوسيبل دو جوير وعارفها. حتى اللاعبين الان عندي 4 مصابين اخرين اللي كملوا اللقاء، زياده الحارس، فكنظن ان حان الوقت لتغيير هذا الملعب هذا باش يشوفوا الناس حسيمه في قمه العطاء ديالها التقني، والفرق اللي غتلعب معها تقدر تلعب واحد بارتياح. كثير غير بين الشوطين الا بعد الاصابه، فكما كما قلت ثلاث صاب لي اكردوم المدافع متاخر، زيادة على أن نضاي اللي كيلعب مكان ديالو أصيب في آخر مقابلة ضد بركان، كنا مضطرين باش نغيرو لاعب بلاعب في الدفاع، زيادة على أن اللاعب شعيب الوسط الهجومي غير لأنه لم يقدر أن يتمم اللقاء لأنه أصيب في الكحل ديالو، كان عنده إصابة بليغة في الكحل ديالو، وهذا اللي كان ما غيرش في الشوطين، عكس كان تغييران ضرريين، حتى في الشوطين اللي بتلعب الا بغيت تلعب انا مثلا بتغييرات لم يكن عندي الا تغيير واحد اللي نقدر نديرو، حتى نشوف ان الحارس اصيب ما قدرش نغيرو، كمل هو مصاب. فكنظن ان الارضيه كما قلت كانت سبب ديال التغييرين. في الاخير طمعت باش نفوز لان دخلت احداث كمهاجم، لان كان عندي تغيير واحد ما يمكنش نغير، بس غيرنا في الشوطين غير وسط الشوط الثاني، ما يمكنش لان ممكن الاسم اي لاعب تبقى ناقص. فكما قلت التغيير اثر سلبيا، تخوف من الطابع من الارضيه خلاتناش نديفلوبو لو جو ديالنا اللي كنا حنا المعتادين، حنا دائما كنلقاو صعوبه في الارضيه اللي ما كتساعدناش في لعب الكره. وكنظن ان حتى الفريق الحسيمي اللي عنده مشكل تقني وتكتيكي راه الارضيه ما يقدروش يلعبوا، هما كانوا يلعبوا طويل، حنا لعبنا تحنا طويل ما يمكنش تلعب كره في الارض. ولا سيما ان الارض ما بقاش كاع فيها الغاز الارتيفيزيال ما بقاش. فكنظن ان حتى انا بالنسبه لي انا خارج ميدان نقطه للفريق اللي كان فاز عليه في الكاس راه نقطه ايجابيه، نظرا للنتائج الاخرى اللي تعبات البارح لفريق جميع الفرق الحمد لله. On savait que on joue contre l'une des meilleures équipes du Maroc. On est rentré un peu endormi, 5 minutes, 6 minutes, on n'était pas sur le terrain. Ils ont marqué. On a essayé que passer la première mi-temps le mieux qu'on peut. La deuxième mi-temps, on a changé de mentalité, on a changé tactiquement, on a changé. Et on a eu le match. On a eu plusieurs occasions, deux poteaux, je ne sais pas si c'était pénalty ou non. Ça, on a eu des occasions de but. On a freiné, j'allais dire, très bien. On a essayé de jouer notre jeu. Nous, on n'a pas d'excuse de terrain, on n'a pas de terrain, parce que quand on a joué chez eux, on n'est pas battu de leur terrain, on ne peut pas dire. C'est chez nous, on devait gagner les 3 points, on a gagné un point, on a perdu 2 points, on ne sait pas pour l'instant. Dans quelques journées, on va savoir si on a perdu 2 points ou on a gagné un point. Mais pour l'instant, c'est extraordinaire. Je félicite les joueurs, vraiment, un effort incroyable de revenir après perdre 2-0, revenir sur le match et pouvoir le gagner. Rien à dire. Chapeau. Le public commence à voir que petit à petit, il y a une équipe. On n'est pas le Barcelone, on n'est pas le Real Madrid, mais on arrive chouïa chouïa et c'est ce qu'il y a. Il faut continuer et corriger un peu les fautes qu'on a commises. Ah.